اوكي، السلام عليكم، معكم الاستاذ محمود. هاي المحاضره الثالثه بعنوان Present Simple and Present Continuous. اليوم رح نتحدث عن الفروقات بين ال Present Continuous I'm doing or Simple Present I do والفروقات بيناتهم. رح نبلش هلا بال Present Continuous اللي هو الحاضر المستمر I am doing. وليش بنستخدمه؟ طبعا اللي حقرا هون use the present continuous to talk about something that is happening at or close to the time of speaking. بمعنى انه تستخدم انت الحاضر المستمر للتحدث عن شيء عم يحصل الان او قريب من وقت الكلام. يعني هلا لاحظوا هون عندنا past الماضي، future المستقبل، now الآن الحاضر. لاحظوا الـ I am doing عم يصير هلأ بوقت الكلام. For example, now I am giving you a lesson. الآن عم أعطيكم درس. Do you understand here? So, for example, look at this example here. The water is boiling. The water is boiling. Could you turn it off, please? الماء تغلي أو الماء يغلي. Could you turn it off, please? هل يمكنك إطفاءها من فضلك؟ طبعاً the water is boiling بمعنى أنه الماء عم تغلي هلأ حالياً. Listen, لاحظوا على المثال الثاني. Listen to those people. اسمعوا أو أصغوا إلى هؤلاء الناس. What language are they speaking? ما اللغة التي يتحدثونها؟ طبعاً هني عم يتحدثوا الآن. Look at this example. Where's Tom? Where's Tom? He's playing tennis. أين هو توم؟ هو يلعب التنس. طبعاً لاحظ كمان هون لعب التنس عم يحصل الآن. أوكي، على سبيل المثال أنت لقيت غريب بغرفتك. You find a stranger in your room. ممكن تسأله سؤال What are you doing here? شو عم تعمل هون؟ أوكي، فهذا السؤال كتير بتكرر بالمحادثة. What are you doing here? Okay. فأنتوا شايفين بهالأمثلة هاي اللي حكيناها الكل الزمن اللي عم يصير فيها هو حاليا الآن. رح ننتقل كمان لشروحات أكثر. Okay. لاحظوا المثال الموجود هون. Maria is in Canada for 3 months. ماريا هي بكندا لمدة 3 شهور. She's learning English. هي تتعلم الإنجليزية. يعني بخلال مدتها اللي هي 3 شهور بكندا عم تتعلم اللغة الإنجليزية. فهي كمان الزمن عم بيصير فيه حاليا يعني الآن. كمان لاحظوا في استخدام الحاضر المستمر وهذه مهمة كتير. Use the present continuous for a temporary situation. نستخدم نحن الحاضر المستمر لوقت أو لموقف temporary مؤقت. temporary مؤقت. مثال I'm living with some friends until I can find an apartment. حاليا أنا معيش مع أصدقائي حتى ألاقي شقة. فهي temporary إذا أنت في موقف مؤقت تستخدم أنت زمن الحاضر المستمر. مثال ممكن تقول أنا معيش هلأ حاليا I'm working until I find another job. For example, عم اشتغل هلأ من مكان معين لحتى الاقي شغل آخر. كما لاحظوا المثال الآخر. Mary usually has a summer job. ماري عادة عندها عمل صيفي. But she isn't working this summer. لكنها لا تعمل هذا الصيف. بأنه أنه مؤقت. يعني شيء مؤقت عم يصير. اوكي، سو مفهوم لحد الآن الجمل اللي شرحتها؟ مفهوم يس يس مفهوم. فيري جود. هلا رح نسأل من الطلاب الموجودين هون يعني يعطونا شوية أمثلة بالحاضر المستمر. ممكن أنتم تكتبوا أو أعطيكم فترة 5 دقائق تكتبوا الشغلات اللي علاقة بالحاضر المستمر، شغلات متعلقة بنفسك أو شغلات ممكن أنت تضيفها من عندك. فراح أعطيكم فترة 5 دقائق لكتابة بعض الجمل
أو بعض الكلمات بالحاضر المستمر، فتفضل. أستاذ بس أنا ما فهمت شغلة، إنه يعني إنه هاي مثلا الكلمات استخدمناها إنه امبارح مثل everyday وهيك، يعني إنه هدول الشغلات مثلا مو مستمرين، يعني مثلا أنا بعمل هذا الشيء كل يوم مثلا، هذا ولا يعني روتين، إنه لا ثواني، هذا اللي حكينا عنه امبارح ب every day usually always، هذا بالحاضر البسيط، يعني شيء متكرر متكرر عم يصير كذا مرة. طب شو فهذا، الفرق معنا بين المستمر؟ ما هلا عم السلام نحكي. عليكم. عليكم ورحمة الله، أهلا السيد حسن. نيفين، مثل ما قلت لك، الفرق بيناتهم واضح جدا، إنه الحاضر البسيط شيء عم يتكرر بس ما عم يصير هلا. ها اوكي، انه شغلات فهمتك؟ هلا عم تصير. تماما. الفرق هو فرق واضح جدا، يعني انه بس على سبيل اوكي المثال، انت قلتي I get up every day at 7 o'clock، انا استيقظ كل يوم الساعه السابعه. انت عم تحكي بشكل طبيعي، بشكل عادي، انه انت كل يوم الصبح بتفيق الساعه 7، ولكن هل يعني انك انت هلا عم تفيق هلا فقتي؟ لا اكيد. انت عم تحكي عن روتينك، بس اذا كان الفعل عم يصير حاليا بوقت الكلام، فبنستخدم نحن الحاضر المستمر. تمام اوكي استنى. مشان اللي اجوا متاخرين، او انا حسن ورنا، نحن هلا اعطينا فتره 5 دقائق لكتابه بعض الجمل بالحاضر المستمر. اوكي استاذ، هلا بس هون هي المقطع اللي اخذناها هلا، والمقاطع اللي اخذناها المره الماضيه، هون عم يصير في جملتين، عم يصير في حاضر بسيط وحاضر مستمر، بس يمكن صار في لخبطه على الموضوع، انه ثواني هم هلا فكروها مثلا كلها بأي نفس مثال، الزمان. بأي مثال من اعطيتهم هلا؟ مثلا ماري يوجوالي هاز a summer job but she isn't working this summer. طيب هلا نحن هون عندك فاصلة صح؟ ايه ان انتهت الجملة ببط، وانا قلت ايه ايه لك انا صار this انا summer، this summer هذا الصيف، تتذكر على كلمة this اللي اخذناها بالدرس الماضي بالحاضر المستمر؟ يعني بشكل عام هون عندنا حاضر بسيط، والجملة الثانية عندنا حاضر مستمر. انا فهمان الموضوع استاذ، بس عم اقول يمكن انه صار في لخبطه عند بعض الطلاب. لا لا أبدا، هلا ما حدا سأل. اوكي اوكي but thank you for pointing it out. يعني شكرا لأنك أنت أشرت إلى. إني أحكي جملتي؟ أكيد سديد، go ahead. يعني ما بعرف إذا صح هي، يمكن هتكون، بس راح أجرب. اوكي جو اهيد. I'm going to work every single day except Friday. غلط. ليه؟ Because every single day I go to work every single day except Friday. فهذا حاضر بسيط وليس حاضر مستمر. صح فهمت صح كيف؟ صح انه انت عم يتكرر، صح فعل صح عم يتكرر. Okay. Like for example, what are you doing now, Sadil? I'm going home. I'm going home. Oh, very good. Okay. Yeah. هاي هيك تمام صح؟ I'm going home. I'm going home. Yes, it's Okay. correct. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Okay. خلصتوا؟ بس بتصير مثلا I am talking to the staff now. Yes, exactly. Yes. إذا أنت يعني عم... هيك اوكي Yeah, تمام exactly. فهمت معناته. Okay. اللي جهز جمله يتفضل. ممكن أنا أستاذ؟ اتفضل. أكيد. حاضر مستمر ما؟ Yes. He is smoking at the moment. Yes, very good. He is And smoke. he is eating right now. He is playing Very good. at the moment. Come on. Good job. Good job. Thank you, Yazan. Thank you. Good sentences. جمل جيدة.
اوكي ننتقل هلا لفاطمه. فاطمه حضرتي جملك او امثلتك؟ اذا جاهزه تفضلي. وي بس أمم ممكن ورا شوي اوكي. اوكي. هو في مشكلة عندكم بالصوت لو المشكلة عندي لو شنو؟ لا صوتك واضح. طيب أصواتكم مو واضحة، أنت صوتك فيه تقطيع خفيف وفاطمة صوتها مو واضح أصلا. اوكي يمكن صوت المشكلة. واضح من الإنترنت. يمكن هلا انا صوتي واضح حاليا عن حاليا مسموع. واضح، قبل شوية لا كان في واضح تقطيع. هلا هذا الانترنت ما فينا نحن. احيانا يا الشبكة نستروف. الشبكة الشبكة تروح وبتيجي. يا ففاطمة اذا صوت اذا قدرتي تحلي مشكلة الصوت ممكن نحن نسمعك، نسمع جملتك. أستاذ أنا حضرت 3 جمل. اوكي جو اهيد نيفين. اوكي اول واحدة قلت لك يا تبع I am talking to the staff. I am fixing the car now. I am learning English now. Very good. Thank you very much, Naveen. Thank you. لبين ما تحل مش فاطمة إذا جاهزة تفضلي. تيتشر أنا ما سمعت المطلوب. رنا يعني أنا هلا سألت سؤال إنه قبل ما تيجي إنه أنا سألت إنه طلاب إنه يكتبوا بعض الجمل بالحاضر المستمر باستخدام الـ ING، يعني حدث عم يصير حاليا. يعني for example I eating cake. I am I am eating cake. a cake. I am eating a cake. Cake. A very Okay. good, very good. Thank you very much, Rana. Okay. ضل عندنا فاطمة. I am here. I can. Okay, حسن, go ahead. I he driving a car right now. He is driving a car. He is okay. I am listening to you. He is going to the market. Okay. Very good. He is going to the I think market. yep. Yeah. Very good. Thank you very much, حسن. Okay. أظن ضل عندنا فاطمة ولكن كان عندها مشكلة بالاتصال. إذا جاهزة تفضلي. Okay. على كل أظن اللي عندها مشكلة أكيد. أوكي إذا عم تسمعيني اكتبي أو تمام. أوكي سامعينك سامعين. صوت واضح. يعني نوعا ما. تمام. لا تمام. تمام. She is playing PlayStation. Play what? PlayStation. Listen now. Okay, very good. I live going out the winter. Okay, good, good. They are going Okay, they are going to. they are going to a party night. Okay, very good, very good. They are going to a party at night. Okay, thank you very much, Fatima. Okay, now أظن الكل عمل جمله. برافو عليكم. نيجي هلأ على ال present simple. أظن هلأ الحاضر البسيط واضح، أو عفوا الحاضر المستمر صار واضح إنه شيء عم يصير بوقت الكلام، يعني هلأ حاليا. طبعا بالجانب الآخر عندنا الزمن الثاني اللي حكينا عنه امبارح، simple present اللي هو الحاضر البسيط اللي هو باختصار I do. Use the simple present to talk about things in general or things that happened
repeatedly. يعني معنى نستخدم نحن الحاضر البسيط للتحدث عن أشياء بشكل طبيعي أو in general بشكل عام or things that happen repeatedly. انتبهوا على هالنقطة هي، أشياء عم تصير بالتكرار مكررة، تمام؟ لاحظوا بالتكرار. مثال سريع مثالها إنه every day she goes to work every day except Sunday, right سريع؟ Okay, سديل she is not here. Anyway, لاحظوا هون بالخط الموجود، الخط الزمني عندنا ماضي past, now الآن future المستقبل. لاحظوا ال I do هي ممتدة ما بين ال past وال now وال future، يعني هي موجودة بالماضي والحاضر والمستقبل. مثال المي، بس إذا قلت لك على سبيل المثال حسن، المي بتغلي بدرجة حرارة 100، هل هذا الشيء عم يصير هلا ولا بالماضي وبالمستقبل، الحاضر والمستقبل؟ يعني ما حيتغير هالشيء، صح حسن ولا شو؟ لا، المضارع مستمر لا بعد تغلي يعني. لا لا لا، نحكي نحن عم نحكي على الحاضر البسيط. الحاضر ايوه المستمر خلصنا منه، خلصنا منه. اوكي. أنا عم أقول لك المي بتغلي بدرجة حرارة 100، تمام؟ هل هذا الشيء عم يصير هلا حاليا ولا شيء صار وراح يصير؟ يعني ما حيتغير هذا الشيء، شو رأيك؟ يعني ما فهمت صراحة معنى السؤال، طيب، فوقت درجة حرارة غلي الماء هي 100 درجة مئوية، صح؟ اوكي هذا الشيء ثابت، معناته انه هذا ما راح برافو يتغير خلاص. برافو يا عيني عليك، هذا هو ال افتهمت انه حاليا درجة الحرارة 100 فممكن تتغير او لا، يعني حسب الشخص اللي افتهمتك انا لا لا هي هسه. انا يمكن انا ما سالت السؤال بطريقه واضحه، انه قلت لك درجه حراره غليان الماء هي 100، هل الشيء متغير؟ لا ثابت. تمام ثابت. فللاشياء الثابته، الاشياء اللي ما بتتغير، الاشياء العلميه بنحط مثلا الحاضر البسيط، تمام؟ اوكي، لاحظوا المثال الاخر. مثال على سبيل المثال راح اقرا هالمثال. Water boils at 100 degrees Celsius. يعني الماء تغلي، لاحظوا الفعل boils اللي هو إضافة S للفعل، at 100 degrees Celsius، الماء تغلي في درجة حرارة 100 مئوية. مثال آخر، excuse me، من فضلك، do you speak English؟ هل تتحدث الإنجليزية؟ بشكل عام، إن أنا سألت هالسؤال بشكل عام، do you speak English؟ طبعا بارح حكينا عن التكرار، فلاحظوا الأمثلة الموجودة هلا. توم plays tennis every Sunday. توم بيلعب تنس كل سبت. مثال آخر، لاحظوا كمان السؤال في usually، يعني بيعني التكرار اللي حكينا عنه بدرس امبارح. What do you usually do on the weekend؟ بالعادة شو بتعمل بالعطلة؟ أوكي؟ What do you do؟ السؤال الثالث كتير مهم هذا السؤال. What do you do؟ هو السؤال عن المهنة، يعني What's your job؟ أوكي؟ هذا السؤال انتبهوا عليه. What do you do؟ مرة أستاذ، يعني بعيد عن الموضوع، مرة أستاذ يعني خصم ما عندي درجة بسبب كتبت له what do you do، إيه أكيد. فهذا كثير وقال سؤال لي مهم. قال لي لا ما يصير، وخصم إنه حسبها شيء غلط وما قبل يمشي لي إياها. هو شو كان السؤال حتى حسبه غلط؟ يعني عن هو عن الشغل، أو يعني ممكن شلون تسأل عن الوركس أو شغلك شنو أو هيجي، فأنا قلت له what do you do، حسب لك اياها غلط. فحسبها غلط. استغربت، ومو بس اني، يعني انا متاكد من عنده انه صحيح تمام، ويا شباب نفس الحال حلينا، بعدين كتب لنا غلط وطعنا غلط كليتنا. اوه شكله هيك، وشكله بيكرهكم. والله غريبة، يعني بعدها قلت ممكن غلط، بعدها فترة اكتشفت انه هو اللي كان غلط وهي الكلمة صحيحة. what do you do، ماذا تعمل؟ بتصير الى احيانا احيانا شو في بعض الاساتذه، طبعا البعض منهم بيغلطوا بس ما بيواجهوا غلطهم، يعني بفكر هندي بجوز نسوا بس مشان ما يتعرضوا للخجل او قدام الطلاب، فبيقولوا لا انت الغلط.
ما بيعترفوا بغلطهم. يعني انا عادي بشكل عام اوقات بيقول لي الطالب، بيقول لي طالب او طالبي استاذ انت غلطان، الا عادي ما انا مشكله، يعني الغلط واحد ممكن يغلط، فهمت كيف؟ يعني ايوه اوكي فثانك يو، ثانك يو فور ذس. في تفضلي. عندي سؤال، تفضلي. معلش بس تعيد لي متى بنستخدم الـ simple present؟ يا اكيد. طبعا المثال الاول اللي حكينا عنه الاشياء هي الحقيقيه الواقعيه الاشياء اللي ما بتتغير، ثابت. تمام؟ يعني هي حقيقه علميه ما بتتغير. مثال انه مثلا تمام قلت لك درجه حراره الغليان الماء هي 100 ما بتتغير، تمام تمام هذا الحاله الاولى. الحاله تمام الثانيه هي بالاشياء التكرار، يعني انه شيء عم يتكرر، حدث عم يتكرر، ان كان روتين، تمام؟ يعني اني مثلا انت بتروحي على الشغل كل يوم، مثلا كل يوم سبت بتعملي الشغلة معينة مثلا، فبظروف تمام التكرار هذا الشيء بيتكرر، فهذا هو استخدام الحاضر البسيط. تمام اوكي، ها هذا هو بس صح حاليا. اوكي اوكي، تمام شكرا. ايوه يو ويلكم. اني واي ليتس موف تو ذا نيكست اكزامبل. هلا بعد ما قلنا باستخدام وات دو يو دو بمعنى واتس يور جوب، المثال الاخر هو Most people learn to swim when they are children. معظم الناس يتعلمون السباحة عندما يكونوا أطفالا، فهذا الشيء حقيقي، يعني هذا الشيء واقعي، صح؟ Most people، يعني معظم الناس بتعلموا إنه يسبحوا عندما يكونوا أطفال، فهذا الشيء طبيعي. مثلا على سبيل المثال ممكن أنت هلأ، على سبيل المثال ممكن أسأل، في حدا من ليبيا هون؟ يمكن يس أنا من ليبيا. اوكي. مثلا ممكن تقولي لي الليبيين بيعملوا هالشيء هذا، مثلا على سبيل المثال فيك تقولي لي شغله بالانجليزي عن الشغله بيعملوها الليبيين بليبيا مثلا؟ فهمتي السؤال؟ يعني مثل شنو بالضبط؟ على سبيل المثال انا ما بعرف بليبيا، بس انه انا بعرف معلومه عن ليبيا انه معظم الاطفال في ليبيا بيختموا القران عندما بيكونوا صغار مثلا بليبيا، يعني هذا الشيء موجود بليبيا مثلا، صح مزبوط فهذا هذا ما ممكن نستند فيه تمام الحاضر البسيط مثلا، فهمت كيف؟ هذا الحاضر البسيط عن شيء عام باي بلد معين. مثلا على سبيل المثال ممكن انا اقول ببريطانيا معظم الناس يشربون الشاي، صح؟ Most people in Britain drink tea. فهذا الشيء صح تماما حقيقي واقعي. تمام. اوكي. بليبيا مثلا من الأشياء المشهورة كثير عندنا إن الكرم، يعني Yeah, أي exactly. ضيف بيجي لليبيا يعني كرم، يعني هذا شيء معروف جدا. Very good. فمثالك هذا بيستند بالحاضر البسيط، إذا الشيء معترف عليه، إذا شيء معترف عليه أو شيء طبيعي فبستند أنت الحاضر البسيط، أوكي؟ فهذا مشان أستاذ، تفضل. أستاذ في ناس تستخدم مثلا all Britain people، تم الجملة صحيحة كمان. Yeah. British people are. هذا بالحاضر البسيط. طبعا ام از ار بالحاضر كمان يستخدم بالحاضر البسيط. طبعا ننتقل للاستخدام الثاني هون. أستاذ ما أم ما أم قال قال يعني إنه كل شعب تصير صحيحة هيك؟ فيك تعيد السؤال؟ All British people دبل ال all، يعني فينا نستخدمها لجمع الشعب البريطاني ولا خطأ تصير هيك؟ فيك تقول بريتس او بريتش بيبل، ما انا مشكله بريتش بيبل، يو كان سي ذات. الاستخدام الثاني هو يوز ذا سمبل بريزنت فور بيرمننت سيتويشن. بيرمننت يعني اشياء دائمه ما بتتغير، تمام؟ هون نحن قلنا بالحاضر المستمر اذا تذكرته انت بتستخدم لمواقف temporary مؤقتة، يعني مثلا انت زائر عند رفقاتك او انت نايم عند جارك، تمام؟ فهذا شيء مؤقت تستنى فيه الحاضر المستمر. بس اذا كان شيء دائم دائم تستلم انت الحاضر البسيط. مثال My parents live in Boston. They have been there for 20 years. لاحظوا هون فعل live يعيش،
والداي يعيشون في بوسطن. They have been there for 20 years. كانوا هناك أو ما زالوا هناك لمدة 20 سنة. المثال الآخر: Jack doesn't work during the summer. جاك ما بيشتغل بوقت الصيف. He always takes a long vacation. هو دائما بياخذ عطلة طويلة. فهذا الشيء دائم بيصير، تمام؟ إنه هو بيشتغل بالصيف. طبعا واضح شيء simple present طلاب. So the vacation يعني عطلة؟ vacation عطلي ايه. اوكي. طبعا أستاذ بس عندي هون سؤال. تفضل. أستاذ بس في قاعدة هون بدي أسألك إذا صحيحة أو لا. هلا أي فيرب بنتهي بإس وبسي اتش وإس اتش وإكس وأو، هدول كلهم منضف لهم إي إس ولا ما برافو ضرورة؟ برافو عليك، صح. لا ضرورة انك تضيف اي اس. بس هدول، هي القاعدة إنه في غيرها ولا لا بس هدول؟ ما في غيرها، بس هدول. في عندك اس اتش سي اتش اكس او، تمام، دبل اس وإيش؟ اس، بتضيف اي اس. أوكي. برافو عليك، ثانك يو على سؤالك. بنيجي هلا على اذا حدا عنده اي سؤال بيتعلق بالسمبل بريزنت. حدا عنده اي سؤال؟ عفوا أستاذ، جواهد فاطمة. هلا بالنسبة مثلا لما تكون الجملة، لما بتكون بالشي والهي والات، بيكون الفعل بينضاف لإس، لكن لما نقلب الفعل للسؤال، ما بينضاف الإس للفعل. مش مثلا تماما اللي هو تماما تماما، مش صح. مثلا المضارع المستمر، صح؟ لا تماما، اكيد المضارع المستمر بتضل الـ ING، لكن هذا لا. تماما صح، كلامك صحيح. تمام، يعني هذا بيأثر في بالنسبة للحكي، يعني هذا شيء، يعني قاعدة مهمة. هذا الأمر يعني مهم أو لا؟ هو مهم للقواعد بالكلام، صح. يعني لازم نحن نعمل هالشيء، هي قاعدة بتقول لا هي. يعني بالحكي مثلا. انا مش ما فهمت والله، ما فهمت سؤالك. انه انا اسف، ما فهمت السؤال. انه بفيد بالحكي، شو قصدك بفيد؟ أستاذ هي يعني قصدها بالنفي، بالنفي كل ايه، الإضافات تنحذف بأي زمان، صح؟ بالنفي وبالسؤال كمان. مثلا الجملة لو بنقلبها سؤال وبنقلبها نفي، يعني الاس تكون مع الهي والشي والات، يعني بالسؤال وبالنفي ما بتكون موجودة. يعني هل ما يعني هذا بالحكي ضروري أو عادي؟ يعني لو الشخص لا يعني بالحكي عادي الحكي ما رك لا لازم. هلا هو ليك بالحكي انه ممكن الواحد يفهم عليكي، تمام. لو انت عملتي خطأ قواعدي ممكن الواحد يفهم عليكي، بس طبعا خطأ، اكيد خطأ. يعني ممكن يكون كلامك مفهوم، تمام، ولكن قواعديا خطأ. بس على سبيل المثال اذا قلتي what does he does، اذا قلتي هيك what does he does، الناس رح تستغرب. يعني what does he does، ممكن خلاص ممكن الناس تفهم سؤالك انه هو شو بيعمل شو بيشتغل، بس في خطأ قواعد كبير واللي هو what does he does. كيف لازم تصححيها يا فاطمة؟ كيف لازم، شو لازم تقولي؟ كيف ممكن تصححي هالجملة هاي؟ صححي هالجملة هاي فاطمة، انت معي؟ معك معك. كيف ممكن تصححي هالجملة؟ وين الخطأ بهالجملة؟ هي أصلاً تعتبر سؤال، يعني كأنه سؤالين يعني. هلا هو هون في سؤالي، هون في عندك خطأ قواعدي، ما تمام، فهمت هاي. بالحاضر البسيط، تمام. What does he does؟ طبعا الفعل هو do، صح. نحن عم نسأل عن شو بيعمل هو. What does he does خطأ، لأنه لازم نحن نقول لازم يرجع الفعل للمصدر. What does he do، تمام. أوكي، فنحن لازم ننتبه على تمام. القواعد هي، تمام. ف
مشان سؤالك إذا بيختلف المعنى بالكلام، طبعا بيختلف تماما أكيد، وممكن ممكن الشخص الثاني يفهم عليك ولكن قواعدك حتكون خاطئة تماما. أوكي، هل وضح إجابي كانت واضحة؟ تيتشر ليش حطينا الدس بعد حدو؟ ايوه نفس السؤال، شو هو؟ شنو الفرق شنو الفرق بين what does what do you do او what do do he does he do. اوكي دو هي دو افتهمت انا، معنى لا تفهم دي ما هو انا دو، قلت لكم اكزاكتلي. ما تفهم دو هي دو، لان الهي مفرد، فالمفرد ياخذ شنو does. بعرف، بس احنا بالسؤال هون الكلام انه السؤال لازم يرجع الفعل للمصدر حتى لو كان مفرد تماما، حتى لو كان مفرد لازم ما الفعل يهتم يرجع. شنو معنى الجملة، أهم شيء يرجع للمصدر مالته. تماما، هي القاعدة بتقول. يعني تمام، المفروض يرجع what do he do. what does he do؟ لأنه عندنا هي اللي هي بتاخذ does. تمام، what does he مو لازم هذا اللي بعد، قاعد أقوله أنا، تماما بعد الهي لازم نرجع الفعل للمصدر. انا لهيك مو انا هذا قلت اللي لك قلته أنا. what does he does. اذا انا قلت لك what does he does الجملة خاطئة. أنا كان سؤالي مو على الدو الثانية، على الدو الأولى، ليش اخترينا داز؟ بعدين شفت إنه موجود هي، افتهمت إنه لازم نختار داز لأن اللي هي مفرد فلازم نخلي داز. لا، هي ما اخترنا احنا الدس كفاعل مساعد، لا احنا اخترنا الهي. تمام، وبعد الهي رجع الفعل للمصدر لانه السؤال. فالكلام بالضبط. فبالنفي والسؤال لازم يرجع الفعل للمصدر. اوكي، هذا كثير أوكي أنا مهم، فهمت فهمت. هذا كثير مهم. اوكي، نرجع هلا. حدا عنده اي سؤال؟ كل شيء واضح؟ يس اوكي، فاطمة واضح؟ هو واضح، بس يعني آسفة إذا تعبتك لا أستاذ، عادي، إنه بالعكس ممكن بالعكس تعمل عادي سؤال جدا. ثاني. اكيد اكيد. طيب على سبيل المثال عندنا الدو والدز، صح؟ عندنا دو دز، وات دز هي دو، وات دز شي دو. تمام، هذا سؤال. وات دو ذي دو. تمام، نحن الدو والدز مثل ما ان الدز بتاخذ هي شي ات، والدو بتاخذ اي يو وي ذي. دو بتاخذ اي يو وي ذي، اوكي، والدز تاخذ هي شي ات. طيب رح اعطيكم مثال كثير مهم. على سبيل المثال اي ليف ان اسطنبول، انا اعيش في اسطنبول. هذا جملة، سوري، هي جملة كثير بسيطة بزمن الحاضر البسيط، إذا أنا أعيش في اسطنبول. طيب أنا إذا كنت بدي أنفي هالجملة وأشكل عنها السؤال، طيب كيف بدي أنفيها وأشكل عنها السؤال؟ عندنا الضمير I، تمام؟ فأوتوماتيكيا هنختار دو، أوكي؟ في النفي والسؤال. طيب أنا إذا بدي أشكل السؤال بدي أقول اسطنبول يعني وير؟ وير؟ أين؟ وير؟ بما انه قلنا عندنا الضمير اي فلازم نختار دو، فبنحط وير دو، وير دو، لازم نحط ضمير هون، فعندنا الاي بيصير يو، وير دو يو، والفعل هو ليف، وير دو يو ليف، بنحط نحن اشاره استفهام. طيب اذا عندنا مثال اخر ونحن شلنا الاي وبدنا نحط هي، او خلينا شي عشان ما يقولوا ليش بتحط هي دائما. اوكي، اني واي، اوكي، مشان جماعة الفيمينزم يعني. اوكي، اني واي، شي ليفز ان اسطنبول، هي تعيش في اسطنبول. اوكي، يس Yeah, I اكزاكتلي، think يس that's true. اكزاكتلي، يا اكزاكتلي سجيد، وي كان سي ذات. وير داز شي ليف؟ طيب عندنا هون عفوا، where she lives in Istanbul، هي تعيش في اسطنبول. طيب هون نحن بدنا نختار فعل مساعد لحتى نحن نقدر نشكل سؤال. الفعل المساعد هو does، ليش؟ شو السبب؟ لأنه عندنا الفعل lives، she lives، lives، she ضمير الشي بياخذ does. طيب أنا كيف بدي أشكل سؤال؟ مثل نحن اسم الاستفهام هو where، where، وعندنا الفعل المساعد هو does، where does،
والضمير هو الشيء. Where does she live؟ أها هون شو صار؟ نحن شلنا الاس لأن رجع الفعل للمصدر، تمام؟ فهذا كتير مهم، إعادة الفعل للمصدر. أوكي؟ طيب هذا تمام، لكن تمام بالنسبة للفعل وإنه نشيل الإس تمام، بس إن الداز بتكون مثل ما هي يعني بالسؤال بالنسبة للشي والهي والأت، يعني ما تكون دو، صح؟ تماما تماما تماما. تمام فنحن حطينا هون، انا حطيت لك القاعده هون، شفتيها؟ تمام خليها ببالك انه خي هي عندك ال. طيب بالنفي، النفي كمان نفس الشيء. اذا بدنا ننفي جمله I live in Istanbul، تمام نفس الشيء. I don't live in Istanbul. ونفس الشيء ب she lives in Istanbul, she doesn't live in Istanbul. حد عنده اي سؤال؟ بتمنى عادي، ما انا مش كمان خاف يعني، ما راح اعيط او اعصب، بالعكس هذا حقكم انكم تسالوا. في حدا عنده اي سؤال؟ تصور سهل. اوكي رنا، انا شايفك ساكت، انت ويزن ونيفين، فشو؟ لا لا أستاذ، مفهوم أنا تمام بالنسبة لي. فهمانة كل شيء. Very good. Yes, yes, أنا أنا بسمع. أكتب أمثلة عشان أشوف حالي أفهم ولا لا. أوكي. فشو عم شو شايف كيف شايفي حالك؟ عم تفهمي ولا لا؟ كتبت جملة What do you eat؟ هل صح أو خطأ؟ What do you eat؟ طيب سؤال، أنت قلتي What do you eat؟ هل أنت معنى وقت انت سالتي هالسؤال، هل بمعنى الحاضر الان ولا بشكل عام؟ انت وقت شكلتي الآن سؤالك الان، خطا. المفروض نكون نكتب eating. اكزاكتلي. رنا خليكي معي شوي مشان الكل يفهم. انت وقت قلتي what do you do، صح؟ what do you eat، عفوا what do you eat، هل كان المعنى انك عم تسالي هلا شو عم تاكل؟ أنا كتبتها بناء على القاعدة اللي تشرح فيها لنا الآن تماما. بالبريزنت سمبل. Present simple. طيب سؤال، هلا اذا قلتي what do you eat، نحن قلنا ببدايه الدرس انه نحن بنستخدم الحاضر البسيط اذا عم نحكي عن شيء عام، شيء متكرر او شيء بيصير بكل وقت. طيب هل انت بتعني بسؤالك شيء عم يصير هلا ولا شيء عم يصير بشكل عام؟ وقت سالتي سؤالك what do you eat؟ رح اوضح لك اياها، رح اوضح لك اياها اكثر. انا اذا كان انت بدك تقولي بشكل عام شو عم تاكل هلا، لازم تستخدمي انت الحاضر المستمر، يعني بشكل عام what are you eating. اذا استخدمتي انت الحاضر المستمر اللي هو am is are plus ing بمعنى الان، now، الان what are you eating now. اما اذا كان انت عم تعني شو بتاكل بالعادي، what do you eat for lunch؟ في فرق يعني في بالمعنى، الجملة. في فرق بالمعنى وبالجملة كمان، بتشكيل الجملة. يعني إذا أنت سألتي what do you eat for lunch بمعنى أنت شو بتاكل بالغداء، يعني بشكل عام شو بتاكل بالغداء. بشكل عام يعني نستخدم البريزنت سمبل في الجملة الثانية. تماما تماما. إذا كان المعنى بفيد أنت بالعادي شو بتاكل بالعشاء أو بالغداء. يعني البريزنت سمبل نستخدمه في قاعدة يعني ثابتة أو شيء الآن لا يعني شكل الحق يومي. بشكل يومي، ثواني، اذا الان، اذا كان عم يصير الان هلا انت عم تاكلي او فيك عم ياكل او فيتك عم تاكل، بتحطي انت الحاضر المستمر، تمام، اللي هو present continuous يعني. what are you eating now. اما اذا كان السؤال بشكل عام انت شو بتاكل بالعشاء او شو بتاكل بالغداء، تمام، فانت بتستخدمي الحاضر البسيط اللي هو المثال الثاني، تمام. اوكي Thank you اوكي teacher. خلاص، يعني يو ويلكم. على حسب يعني الشخص نفسه يعني شو بيقصد يعني إذا هو يقصد الآن أو هو يقصد تماما على تماما. حسب نية الشخص يعني في الكلام.
على حسب الشرط، على كمان حسب طبيعة السؤال. تمام، إن أنا سألتك سؤال مثلا فاطمة what are you eating now؟ تمام، هذا المضارع المستمر. تمام، Yes. What are you eating now? Are you eating? هل أنت عم تاكلي هلأ؟ no. Exactly. No, I'm not eating. Do you understand? تمام تمام أما إذا سألتك يا فاطمة what do you eat for lunch؟ شو بتاكلي بالغداء؟ تمام هذا المضارع البسيط. ففيك تجاوبي هالسؤال شو بتاكلي بالغداء؟ شو بتاكلي عند الغداء؟ ما ضمن شيء، بس على حسب، يعني لازم أحكي بالإنجليزي. عادي انجليزي او عربي، المهم انك تفهمي انت المعنى. فهمت المعنى. تمام Very good. Okay. Let me ask. Okay. تمام عندك جواب لهالسؤال what do you eat for lunch؟ أمانة لا مش ما كثير. عندي. أخينا نسأل بعض الطلاب الآخرين بلكي عندهم سؤال جواب. حسن what do you eat for lunch؟ I'm eat غلط. burger. I eat. I'm eat. Okay. Mm-hmm. I eat burger. I eat burger. Very good. نيفين what do you eat for lunch؟ I eat spaghetti. Spaghetti. Very good. رنا what do you eat for lunch؟ I eat rice. Rice. Very good. سديد what Yeah, do you chef. eat؟ What؟ What's rice? Rice. الرز. Okay. سديد إذا فاطمة. Yes. العفو، طيب إذا مثلا تقول شيء، مثلا بقول شيء eats، صح؟ Yes, يعني exactly. مثلا شيء Exactly, yeah. eats برجر Yeah. مثلا. She eats burger. Exactly, yes. تمام Okay. يزن, تفضل. What do you eat for lunch? I eat chicken. Chicken, very good. Finally, Thomas, what do you eat for lunch? سديد؟ Okay, سديد يمكن عنده مشكلة أستاذ؟ بالاتصال، تفضل. أستاذ فيني أقول I eat chicken in the last month، صح بتصير إنه ماضي. لا انت انت الجملة انت صحيحة هيك؟ اي 8، بس هلا احنا ما بنحكي عن الماضي، هي صح ولكن نحن ما بنحكي عن الماضي، الماضي لا اللي أنا بعدين. قصدي إنه إذا بدي أقول إنه أكلت إنه هذا بالغداء أكلت إنه دجاج بس. صحيحة هيك. اي 8، يس. صحيح صحيحة، ولكن هلا حاليا هالدرس هذا ان شاء الله بدروس قادمة اللي عم نحكي عن الماضي. بس المهم هلا اللي يكون الزمنين مفهومين عند الطلاب، عندكم زمن الحاضر وزمن الماضي، عفوا زمن الحاضر البسيط وزمن الحاضر المستمر. فحد عنده أي سؤال؟ أوكي. هلا رح أعطيكم شوية سؤال ممكن تشتغلوا عليه قبل الاستراحة، معكم 10 دقائق أو 5 دقائق خلينا نقول. السؤال هو What do you usually do on the weekend؟ السؤال هو شو بالعادة بتعمل بفترة العطلة؟ sometimes Caesar salad with chicken. Very good. Very good. Thank you, Sadil. Thank you. That's so bossy. Thank you very much. Thank you. Okay. Now, هذا السؤال للتمرين اللي حتعملوه هلا، واللي هو What do you usually do on the weekend؟ بالعادة شو بتعمل بالعطلة؟ تركيز على زمن جملكم لازم يكون بالحاضر البسيط. أنت بالعادة شو بتعمل بالعطلة؟ معكم 5 دقائق لكتابة بعض الجمل. تفضل. يعني أكثر من إجابة بنختار، صح؟ إيه طبعا حسب أنت أوكي شو بتعملي.
عن الجمل الشخصية شخصية طبعا. يعني نستعمل الآي فقط. يا اي اور هي اور شي حسب انت او اي عفوا لا تستنى من الار. أستاذ أنا خلصت. أوكي يس Me too. أوكي نيفين تفضلي. أنا ما بعرف إذا صح، بس إنك أنت يعني بشكل شخصي مثل ما حكى No no الأخوان. no 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 problem no problem go ahead. Okay. I usually play video games. Also, I usually go throwing, but sometimes I don't go out. Okay. صح هيك؟ Yes, yes, exactly. صح اوكي correct. Okay, very good. Thank you, Nathan. Who else? مين إسا؟ I can. Okay, go ahead. I go to the supermarket and I do some homework usually. And just three جمل مو three. حسب انت شو بتحب يعني، ما في حد عدد معين. Okay. I go out to the I go to the cinema to watch a movie. I go out with my ex. You go out with your ex. Yeah, maybe. How's that possible? It's not a شكرامة ايش Oh هي my يراك. God. You're still friend with your ex. I hate my ex. I wish her dead. Anyway. As all of you have exes, what? Oh my God. And والله I'm so مجرد جملة، مجرد جملة. it's not real. الحمد لله. Yeah, that's Okay. true. I don't think Okay. that it's not real. He's Yeah. lying. I think, I Believe me, guess, I guess. it's just جملة. يا You حبيبي أنا عندي البي سي أهم من كل شيء، الكمبيوتر مالتي أهم من كل شيء. I like man Hassan, you are my friend. You are my best friend, والله.
the same mind. Yeah, a P. Yeah, exactly. Who needs an X where you have a PC? Yeah, that's true. Exactly. I like it. كتابتها تفون يعني فقط للضحك. Yeah. Actually, because I'm a gamer, so because لأني أنا gamer, فبشعر ب. Yeah. عن جد ديكور؟ Yeah. إيش إيش؟ I'm a hardcore gamer. أنا لاعب hardcore, بس ما بلعب الألعاب اللي ألعاب الأونلاين بكرهها. بحب الألعاب الصعبة. Dark Souls, Sekiro, I hate Bloodborne. the Dark Souls. He's so hot. That's why I love it. ليش ما بلعب ببجي the old دكتور؟ ليش ما school. بلعب ببجي؟ سديد؟ يس؟ ليش ما بتلعب ببجي؟ خلص دكتور بطلنا أصحاب، بطلنا أصحاب. ليش أنت بتلعبي ببجي؟ أكيد. خلاص الحمد لله اللي بيشفع لك بس إنك أنت حضراني بيكي بلاندرز، هذا الوحيد الشيء اللي بيشفع لك. I hate this game. عم بحضر فيه لسه كثير حلو على فكرة. حلو حلو كثير. I love كيلان ميرفي. بيكي بلايندرز me too. But my favorite is Arthur, not Thomas. Arthur, yeah, his brother. I love Arthur. Okay. Very good. Okay, now let's move to okay, who else? Mean we have can. Yes, yeah, go ahead. I read a story in the weekend and I go outside with my friend and sometimes I go to library 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 بس yeah that's good thank you very much يا زين. Okay, who else? فاطمة عندك بعض الجمل؟ رنا؟ نعم yes okay اوكي فاطمة تبلش بعدين رنا. اوكي جو اهيد. I usually mm-hmm. practice my hobby. I usually do my favorite sport. Mm-hmm. I usually read books. Mm-hmm. Very good, very good. Excellent. Thank you, Fatima. Thank you. What about Rana? Go ahead. I always sleep a lot and I often watch Netflix, mm-hmm. but sometimes eat fast food. Good, good life. That's good. Thank you. Thank you. Thank you, Rana. And أظن خالصين. سديل بلش، فضل عنا سديل. اللي هي بدي أحكي أنا usually صح؟ Yes, usually, always, sometimes. It's up to you. Okay. So I usually watch The Blinders series. Good. And I usually stay at home. Mm-hmm. I'm talking to my mother about people. about good. That's family. Good. Yeah. I like that. I like when people talk about people. Yes. Okay. Good job. Thank you. You're welcome. Okay, that's good. Now, برافو عليكم. أظن صار عندكم إدراك لزمن الحاضر البسيط، إنه هو بيتكلم عن أشياء تكرارية، أشياء أنت بتعمليها أو أنت بتعملها بوقت فراغك أو شغلات عم تتكرر. كمان ركزوا على إنه الحاضر البسيط بيتكلم عن أشياء حقيقية واقعية، وفينا نقول كمان حقائق علمية لا تتغير. فمثلا على سبيل المثال ممكن حقائق جغرافية تاريخية، شغلات صارت بتصير طبعا انه بشكل طبيعي. فالفرق كمان الواضح بين الحاضر البسيط والحاضر المستمر، انه الحاضر المستمر شيء عم يصير حاليا في وقت الكلام. اوكي، هلا حاليا رح اعطيكم فتره استراحه 10 دقائق، ممكن تشربوا شيء او تعملوا اي شيء. بعد 10 دقائق ان شاء الله بدنا نستمر بعض التمارين. ثانك يو. ثانك يو. Okay, thank you. استحنا زعلنا الأسرار. Okay.
أوكي، السلام عليكم. رجعنا بعد الاستراحة، أتمنى أن الكل يكون متوفر. أوكي. I'm here. أوكي، that is good. الكل موجود؟ Yes, teacher. Thank you. Yes. Thank you. أوكي. أوكي، that's good. Now let's move to the lesson here. نكفي نحن بال present simple اللي هو الحاضر البسيط، وكتير قاعدة مهمة جدا جدا، كمان الاستخدام، كمان حتى تقدروا يكون كل شيء واضح عندكم. رح بلش بالقاعدة الموجودة هون. Some verbs، بعض الأفعال are used only in simple tenses. بعض الأفعال باللغة الإنجليزية بس تستخدم في زمن الحاضر البسيط، يعني ما فينا نضيف لها ing، يعني ال ing خاطئة. For example، على سبيل المثال، you can't say I'm knowing، ما فيك تقول أنا بعرف. I'm knowing اللي هي know، فعل know ويعرف أو يدرك. know دائما بزمن الحاضر البسيط، يعني بصيغة الحاضر البسيط. She knows, I know, he knows. يعني إضافة الـ ING إلى خاطئة. لو كان المعنى الآن، يعني لو كان إنه الحدث عم يصير هلأ، ما فينا نحط لها ING لأنه هي شذت عن القاعدة. يعني ما فينا نقول I'm knowing، حتى لو كان المعنى بيفيد إنه عم يصير الآن. يعني أنت بس فيك تستخدم أو فيك تستخدمي I know. عندك هلأ list اللي هي قائمة بالأفعال اللي are not normally used in continuous، اللي بالعادة بتستخدم في زمن الحاضر المستمر. طبعا في عندك exceptions، يعني في عندك بعض ال exceptions، الشواذ أو الشغلات الخاصة ممكن تصير. على سبيل المثال، الأفعال الموجودة هون راح أذكرهم دائما بيكونوا بزمن الحاضر البسيط، يعني إضافة الـ ING فيها خاطئة، ما فينا نضيف ING إلى، يعني حتى لو كان المعنى بالحاضر المستمر. want يريد، like يحب أو يرغب، belong يعني يخص، شيء يخصني أو يخصك belong، know يعرف، suppose يفترض، remember يتذكر، need يحتاج، love يحب، see يرى، realize يدرك، mean يعني، forget ينسى، prefer يفضل، hate يكره، hear يسمع، believe يصدق، understand يفهم، seem يبدو. هالأفعال كلها اللي شايفينها هون الـ ING إلى أو إضافة الـ ING إلى ما بيصير، يعني ما فينا نقول نحن preferring، understanding، seeming، believing، knowing بزمن الحاضر البسيط. لاحظوا have، الفعل have meaning possess، يعني have تيجي بمعنى لدي، تمام. وكمان عندك think بمعنى believe، يعني يعتقد، أو have an opinion، عندك أنت رأي. مثال، لاحظوا الأمثلة الموجودة هون وكيف نحن في هالأفعال هي ما ضفنا لـ ing، يعني كانت إضافة لـ ing إلى خاطئة. مثال، do you like Rome؟ بتحب روما؟ not are you liking، ما فينا نحط احنا الـ ing لل like. he doesn't understand the problem، هو لا يفهم المشكلة، ما فينا نقول he isn't understanding، يعني الاستخدام دائما بالحاضر البسيط. these shoes belong to me، هذه الأحذية يخصونني، not are belonging، ما فينا نحط نحن ing لفعل belong. What do you think Tom will do؟ ماذا تعتقد توم سيفعل؟ What do you believe he will do؟ يعني شو رح يعمل؟ ما فينا نحط نحن ing للthink. مثال آخر، do you have a car؟ هل لديك سيارة؟ ما فينا نقول are you having؟ هل لديك سيارة؟ هون عندنا الاكسبشن هون اللي هو شيء شاذ صار هون. What are you thinking about؟ بفعل think فينا نحط نحن ing، يعني هي حالة شاذة. ليش؟ إذا كان المعنى
المعنى الأول إذا كان think بمعنى تعتقد believe، أوكي ما فينا نضيف ing إلى، يعني مثلا I think you should quit smoking، أنا أعتقد بأنك أنت لازم توقف الدخان. إذا كان هي فكرة تمام أو اعتقاد ما بنحط نحن ing. أما إذا كان المعنى شو عم يصير بمخك هلأ، شو عم تفكر هلأ، نحن لازم نضيف الـ ing. يعني مثال what are you thinking about، يعني شو عم تفكر هلأ. أحد عنده أي سؤال عن هيدون؟ أنتوا معي؟ عم تسمعوني كنتوا؟ ايه استاذ عم نسمع. آه أنا كنت خايف أنا أشرح وأنتوا معي. أوكي. يعني أنا هذا خايف أكون عم أشرح هذا عم يحكي وآخر شيء يكون في problem with connection. Anyway برجع بسأل السؤال، حدا عنده أي سؤال؟ تعقيب على الشيء اللي ذكرته هلأ؟ لا I think لا أوكي. بتمنى أن تاخذوا لقطة شاشة أو تكتبوا هالجمل هي أو تكتبوا هالأفعال هدول، لأنه كتير كتير مهمين لازم تحفظوها. فرح أعطيكم وقت تاخذوا لقطة شاشة من موبايلكم أو تكتبوا الأفعال هدول. تمام. الشغلات اللي تقول عليها مهمة دائما نبهنا ان تكون اخذوا لها لقطة الشاشة. اعمل لك هلا. استاذ انا كتبت معك اوريدي وقت كنت عم تحكي. برافو برافو، فيري جود فيري جود، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو ثانك يو. اوكي ناو ليتس موف ناو تو سمثينج ايلس، لتمرين مهم هون. هذا التمرين رح اشرح لكم اياه هون هلا. هلا decide قرر whether إذا the verbs in these sentences are right or wrong. بدك قل لي إذا هالجمل بهالأمثلة هدون صحيحة right or wrong أو خاطئة. وكمان لازم تصحح correct the ones، صحح الجمل that are wrong التي هي خاطئة. مثال، المثال الأول I don't know your telephone number، أنا لا أعرف رقم هاتفك. هذه الجملة صحيحة. الجملة الثانية Please don't make so much noise, I study. هذه الجملة خاطئة. لماذا؟ لأنه يجب إضافة ing، لأن الزمن يحصل الآن. أوكي؟ فهذا التمرين جدا جدا مهم، فمن فضلكم هلأ عندكم فترة 5 دقائق. Okay, try to do them. I'm waiting for you.
اوكي شو كيف خلصته ولا لسه بدكم وقت؟ أستاذ أنا خلصت، بس يعني ما بعرف إذا صح، بس حاولت إني حلم. طالبي نجيبي انت سريعه يا نجمين. أوكي. ثانك يو. حسن ثانك يو. يو بكم. اوكي I will give you some more time, don't worry. راح اعطيكم وقت لسه اكثر. اوكي بما انه في بعض الطلاب عملوا بعض الجمل نحن بنحاول نحن قدر الامكان انه نتبع مع الكل. نحن نبلش بنيفين نمبر 1 جو اهيد. أستاذ صحيحة أول جملة. اوكي فيري جود سو بت كان يو ريد ات؟ Look, somebody is climbing that tree over there. هلا هل عرفت climbing هي التسلق. ايه بس ديري بالك البي لا تلفظ. Climbing. Very good. Excellent. Climbing. Okay. So, okay. Can you read it again? Look, somebody is climbing that tree over there. There. Okay. شو اللي خلاك تعرفي انه هذه الجملة صحيحة؟ يعني أنا عرفتها من الجملة، يعني الكلمة هي التسلق، إنه أنا Look. ما بعرف ترجم الكلمة كلها. ما انا مشكله بس من كلمه لوك انظر يعني شو عم يصير هلا. لوك somebody is climbing that tree over there. اوكي ننتقل لحسن. حسن نمبر 2. Number two is wrong or false. يعني غلط غلط. غلط. Yeah. بس في كان صحح صححها. Yep. What do they talking about? What do they talking about? بس نحن بنعرف انه الحاضر الزمان لازم نحن نحط ام از ار صح؟ ما سمعتك صوتك بعيد ايش قلت؟ اوكي يس اكزاكتلي ثانك يو سديل maybe because we are talking about this moment exactly. اوكي هون عندنا انت قلت حطيت اي ان جي للتوك صحيحه ولكن انت خليت الدو لازم انت تقول what are they talking about. Do you understand؟ Okay, I understand. يعني ما فينا نحط نحن الدو والاي ان جي بنفس الجملة. This my brother. هذا هو تصحيح الجملة هاي فبتصير Can you hear those people؟ فيك عم تسمع الناس؟ What do they talk about؟ خطأ منقول What are they talking about؟ أستاذ بس أنا هي ركزت على هالجملة، بس رجعت بعدين محل ما كنا كاتبين بالدرس الماضي إنه الدوب تاخد الذي. بعرف الدوب بتاخد ازاي بس هون الزمن بالحاضر المستمر ولا الحاضر البسيط؟ هذا مستمر بالحاضر اللي هلأ يعني مستمر. هلا انت بتحطي دو شيء اذا كان الشيء هلا عم يصير. لا أوكي فهمت. فيني اقول لك انا مثلا what do you doing ولا what are you doing. What are you doing؟ صح أوكي. Exactly exactly thank you. Okay. ناو رح ننتقل هلا لنمبر 3. مين بيعمل نمبر 3؟ Can I answer؟ Go ahead رنا. Do you believe in God؟ Very good. Do you believe in God؟ هل تؤمن بالله؟ So بتصير هيك. Do you believe in God؟ طبعا بيسألك رنا ليش الجملة كانت خاطئة؟ Are you believing in God؟ Because believing present continuous. Exactly لأنه believing ما فينا نحط لها ing لأنه نحن واللي أخذنا تاخد القاعدة. الدو. Exactly thank you very much. Okay number four who is going to do number أنا yes كده. go ahead يزن. فاطمة أنت بعد يزن. Okay Look this man trace
to open the door of your car. It's not correct. بتصير train. Is trying. Very بحاول. good. Yes. لأنه عنا look ومن سياق الجملة هو يعني يحاول يفتح. بتصير حاضر مستمر. Very good. Thank you. Excellent. Excellent. Yazan. Thank you. Very good. Thank you. Number five, Fatima. أيوة أستاذ. هذه هل نمبر 5 الجملة خاطئة أم صحيحة؟ لا صحيحة. Very good. Can you read it? The moon goes around the earth. Very good. القمر يدور حول الشمس. صحيح. بتعرفوا شغلة؟ هي نصيحة للكل، بحياتك ما تقول حقيقة قدام حدا من رفقاتك بتخسره. تتذكروا وقت اللي حكيت لكم عن طالبتي واللي هي صديقتي، كانت تشتغل معي بنفس المدرسة، وكنت عم أعطيها درس، وكان الدرس مثل هالدرس هاد، وكانت الجملة فيها هذه الجملة. أنا كانت الجملة The sun goes around the earth. Correct the information. قالت لا، صحيحة، لأنه الشمس بتدور حول الأرض. فأنا قلت لها لا، خطأ، الشمس ما بتدور حول الأرض. وصار في جدال بيني وبينها. للأسف بطلت تقول لي مرحبا. God damn. ما عادت بطلت تقول لي مرحبا، ما عاد God تحكيني. damn. دام والله والله العظيم. لا عادي، أنا ما عندي مشكلة، أنا والله ما عندي مشكلة. Anybody who wants to leave, he is welcome. He is sick. She is sick. Oh, sorry, she is sick. He needs okay. help. She needs help. She needs help, really. إنه... Yeah, I don't speak with the girls because I don't say she. Sorry. No. Some girls are nice, you know, like Sadil, Rana, Niveen, Fatima. But, يعني, okay. So, ما لأنه هي بنت أو رجل، أنا ما عندي مشكلة. حتى أنا فترة من الفترات كنت عم كان عندي صديق وكنت قاعد معه عم يقول لي إن الأرض مسطحة. فطلعت فيه هيك. ورفيقي يعني صديقي تصور انه بعد صديقك عم يقول لك انا I don't believe that the earth is round, I believe that the earth is flat. انا طبعا بغض النظر كل واحد عنده رأي، تمام، بس تنصدم شوي من ردة فعل. ممكن انا هون حدا ممكن يصدق، فانا ما عندي مشكلة بأي حدا، بس انا عندي مشكلة بالأطروحة. فهمت كيف؟ انه أطروحة الشغلة اللي عم يطرحها قدامك، فالمشكلة بطلت تقول لي مرحبا. فانا شوي هيك عم فكر بالموضوع شوي. ف I'm sorry about يا this. حرام، الله يعينها الموضوع عائلها تافه. صراحة. يا هون تخيل أنا المشكلة. عادي أجادل في موضوع إنه الأرض مسطحة، وأنا عارفة يعني إنه كل الناس راح تستهبلني، وأجادل كمان فوق حق دقة. تماما تماما هيك صار، هيك صار لك. والله والمشكلة إنه نحن رفقات رفقات، يعني رفقات، يعني نحن قاعدين سوا وشاربين سوا أكلين سوا. بطلت تقول لي مرحبا. أستاذ، موضوع بعدك يا الأرض في دكتور. جدال كبير، عكس يعني موضوع القمر الشمس والكرة الأرضية. كل راسك بعدك كله تقول لي عنها مسطح مو صحتين. الكرة. والله والله لو قالت لي الأرض مسطحة كنت قلت عادي، ما أنا مش كنت مرقت لي أي إياها. والله، والله العظيم صح. والله كنت مرقت لي عادي، إياها طب عادي كلنا ما عادي. يختلفوا بهي هذا الموضوع، أما هذيك يعني ما في ما يعني موضوع ما إنه في الشمس. صعب، لأنه نحن بنعرف بالفيزياء إنه كل ما كبر حجم الأشياء كبرت الجاذبية تبعها. فكيف لا هيك ممكن إنه هيك دخلنا في أشياء أنا بضيع فيها، ما أنا ما قلت لي دخل في الموضوع. فيزياء؟ بعرف. فيعني على كل حال، انا مش انا حبيت بس اذكر الموضوع. فا اوكي، هلا عندنا the moon goes around the أستاذ earth. هي بس في سؤال. go ahead. أستاذ هلا فينا ناخذ القاعدة إنه أي حقيقة علمية ممكن تكون بالحاضر البسيط ولا ما yes. دخل؟ لا، كل حقيقة نعم علمية ولا بالحاضر البسيط. آه كل شكرا. حقيقة علمية هي بالحاضر البسيط، إلا إذا شيء تغير، الله أعلم. فوقت ممكن نغير الزمن، الله أعلم. أوكي، أعمل أنا ستة. شو هو؟ إيه، go ahead, Thomas. What do you think about my idea? Yes, very good. So what do you think about my idea? لأنه think ما فينا نضيف لها ING، فبتصير صح، what do you think. أنا عم بسألك إنه شو رأيك في رأيي؟ Exactly, فكرتي عفواً. exactly. What do you think of about my idea. Good, good. Thank you, Sadiq. Thank you. Okay. Okay, number seven. مين بيعمر number seven؟
one second. Yes, go ahead, Okay. حسن. Go ahead. وخلي أقرأ الجملة. Yes, اقرأها. The The government أي والله the government is worried, worried. worried because they طبعا مع الكلمة اللي بعد The number num number the okay number the number the number of the of people people. without the number of people without jobs increasing Is increasing. is increase is increasing. هل الجملة صحيحة أم خاطئة؟ الجملة تقول عدد الناس اللي ما يشتغلون في العالم بارتفاع. Yes, صحيحة. يعني الحكومة قلقة لأن رقم الناس من دون عمل أو من دون مهن يرتفع. فهذا الجملة صحيحة. جملة صحيحة، برافو عليك. Okay, finally number eight. مين I بيعمل number can. eight? Yes, go أنا ahead. حميه. I am usually going to work by car. خاطئة. I usually go I usually go. to work by car. لأن هون Okay. عندنا usually, usually من دلائل الحاضر بسيط. Very good. برافو عليك يا زلمة. Thank you. تمرين جميل. تمرين جميل. Very good. And any questions? نعم. Okay. يا ريت الكل ياخذ لقطة شاشة لأنه هذا التمرين مهم. السابعة تكتب قدامها الرايت Yeah. قدامها. Oh, sure. اوكي دم. Okay, very good. Okay, now let's move. التمرين اللي بعده كمان تمرين مهم، وكمان حاعطيكم وقت لا تقدروا تحلوا. طبعا لا اشرحه، عندكم 12 جملة حاليا. Put the verb into the correct form. بدك تحط انت الجملة بالشكل الصحيح ان كان present present. Okay. إن كان present continuous، إن كان حاضر مستمر I'm doing، or simple present حاضر بسيط I do. مثال، لاحظوا هون examples، أمثلة. Please don't make so much noise I'm studying. How many languages does Tom speak? Jane doesn't speak any foreign languages. Foreign languages يعني لغات أجنبية. فعندكم هلا 12 جملة، وكل جملة لازم تحطوها بالصيغة الصحيحة، إما حاضر مستمر أو حاضر بسيط. طبعا رح أعطيكم 10 دقائق للقيام بهذا التمرين، خذوا وقتكم، فتفضلوا. دكتور معلش أسألك سؤال خارج أكيد هذا، أكيد جود. أنت حلبي صح؟ أنا بانياسي. نعم؟ أنا من بانياس ساحل سوريا، بانياس أستاذ الساحل. كنت مفكرك من سلمية بصراحة. لا ليش حلا؟ بس قصدي ففكرتك حلبي. لا لا ما بحكي حلا، أنا بحب لا الحلبية ولا بس واحد بالمية بيعطي الحلبية. أكيد. لا من ثانك يو. عاد حلوين الحلبية. بعت عليهم، بحبهم كثير الحلبيين أنا. والله أوكي أنا ثانك يو عراقي ثانك يو وما سليم. شكيت إنه أنت حلبي. أول حدا بسمع يقول أنا ويلكم. بحب الحلبية. لا لا أنا بحب، مع إنه أنا ما عندي مشكلة مع الحلبية أكيد، بس أنا من الساحل سوريا. لا لا والله من ناحية الحلبية أنا أغلب عاش يعني يا معارفي يزن من عاش. حلب. من وين عندك حدا من حلب؟ أنا جوز أختي أصلا سوري. أنا عم أقول لهجتك، لهجتك ما أنا أردنية 100%. هلا أنا أردنية أصلي فلسطيني، راسي بس والله ما عمري والله رحت على فلسطين، يعني طول عمري بالأردن، وأهلي كل راسي طول عمرهم بالأردن. الله والله يخليك دكتور. أحسن ناس، والله أحسن ناس فلسطيني يعني بالقلب، الله يعني يخليك يا الله رب. يسلمك. أنا ما عندي مشكلة مع الحلبية، بس عندي قصة قديمة من زمان. يعني your ex your my ex ex was from Aleppo. Okay. يا الله ريحك منها أستاذ. my ex ما but شاء الله طولي طولي شباب شو. صريحة، شباب صريحة. Yeah. So yes أنا من بانياس الساحل، وأنا بحب الساحل كتير. يعني إذا ما حدا ببعرف إذا حدا بيعرف الساحل السوري هون، أو إذا حدا من أنا سوريا. بعرفها ما فيها أستاذ، صراحة ما أنا في حدا بسوريا ما بيحب أهل الساحل.
ايه ضيعة مين ضايعة من أهل الساحل الساحل؟ ماما. محمودين. عن جد؟ ايه نحن قريبين كثير من ضيعة ضايعة، حتى لا شتنا قريب انت شوي من منهم، البيضاء ولا من بانياس؟ من بانياس البلد. بتعرف البيضاء يا زلمة؟ بعرفها كلها. ايه عراسي والله عراسي. مين بتعرف من البيضاء؟ عندي كثير رفقات من البيضاء. والله منيح، حلو والله. عراسي عراسي، شكرا والله. انا حبيت الجروب، ها سلام. الجروب كتير حلوين، يعني يزن، رنا، فاطمة، نيفين، والله عين على الصينية والله. يعني سديل سكر فاضي، شو بي؟ سديل سكر فاضي، انا برا الجروب. لا انت اكيد، انت بالجروب اكيد سديل. انت توماس ولي شكرا خلق. شكرا. عراسي عراسي. انت اللي بيشفع لك انك بتحبي بيكي بلايندرز، وحسن بتفوق عليك الدرجة انه هو جيمر. انا جيمر عادي على فكرة، انا انت جيمر جاي بلعب yeah ببجي. he's والله playing بس والله ما PUBG احب بيكي بلايندرز. he's playing PUBG حلو. حلو حلو يا زلمة. that's that's good. ببجي حلو، ببجي، بس ما بعتبر انه، nah ما بعتبرها هي اللعبة الواو يعني. that's استاذ true. ألعاب الباتل yeah. فيلد صارت بايخة، صار فيها تكرار. كتير You can كتير. play code. هسه تكاتفتوا، ادرسوا ادرسوا، يلا حلو الواجب، يلا. اوكي اوكي سديل has spoken by the order of the Peaky Blinders. درسوا. يلا guys see you بعد 10 دقايق. Okay, see you after 10 minutes. أستاذ فيني حل أول وحدة؟ صوتي. أتصور ما راح يرجع بعد 10 دقائق. أوكي. أوكي، مشان موضوع إنه ال10 دقائق، خلينا ننتظر بعدين ما تحلوا إن شاء الله. أوكي.
اوكي اظن الوقت مرق 10 دقائق مرقوا. اوكي بتمنى ان الكل اوكي نتمنى ان الكل يكونوا قدروا انهم يحلوا بعض الجمل. رح نبلش بالجملة الأولى مع نيفين. اوكي الجملة الأولى I don't belong to the political party I don't post belong. I don't belong belong. بمعنى أنا لا أتبع إلى أي حزب سياسي. I don't belong to a political party. Okay. Number two. مين بيقوم بنمبر two؟ I can. Go ahead. Okay. Yeah. Harry, the bus is coming. I do not want to miss it. Very good. I don't want to miss it. I don't want. Very good. Want to miss. Very good. Harry, number three. عندي سؤال قبل كل شيء. Okay, go ahead. احنا نستعمل اللي بين قوسين بالكامل. Yeah. يعني مثلا النوت والوونت. Yeah, exactly. النوت بمعنى انه نفي، ان الجملة منفية. اوكي. Okay, number three. Who is going to do number three? انا استاذ. Go ahead, Fatima. The Nile River. The Nile River. The Nile River flows. Very good. Flows into into the Mediterranean. 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 The Mediterranean. Mediterranean. يس، يعني نهر النيل يتدفق إلى البحر المتوسط، يعني يصب في البحر المتوسط. أوكي. Now number four. أنا Yes, سيد yes, Thomas, go ahead. the river flowing fast, faster, fast, very fast today, much faster than usual. Very good. هلا هاي اختلفت، صارت بالحاضر المستمر. So is flowing. Very good. The river, النهر is flowing very fast today. يتدفق بسرعة كبيرة اليوم. Much faster than usual. أسرع من المعتاد. Very good. Now number five. Rana. Yes. Does it ever snow? Very good. Does it ever snow? Perfect, Rana. Does it ever snow? Very good. Excellent, Rana. In India. هل تثلج في الهند؟ أبدا. ننتقل هلأ ليزن. Go ahead, Yazan, number six. Okay. We usually grow لأنه عندنا we. Grow. دير بالك. Grow. عفوا. Grow. بس هاي الكلمة شو استاذ اللي بعد grow؟ Vegetables. Vegetables. Vegetables is our garden. Garden. But this year. But this year we aren't لأنه الجملة بالحاضر we aren't المستمر حاضر مستمر we aren't growing following any okay we aren't any. growing any okay now number seven رح ننتقل إلى نيفين. Go ahead. أنا ما عرفت حلها. Okay. ننتقل لحسن Can أو I answer? فاطمة go ahead. Okay. تمام. No problem. Take it. بس خليني أحاول طيب. Okay, نيفين. هلا ما بعرف ضيعتوني. Okay, نيفين go ahead. بتصير no, but I learning. But you I am can learn. But I am but learning. I am learning. But I am learning. اوكي رح ننتقل لفاطمه لانه ثانك يو فيري ماتش نيفين. فاطمه نمبر 8. للاسف هذه ما عرفتها. اوكي حسن. you can borrow my umbrella. I don't need it right now. Very good. لأنه نحن need ما فينا نضيف لها ing فبتصير I don't need it right now. لا أحتاجها الآن. Okay.
رقم 9 مين بيقدر يحلها؟ هلا انا يس فاطمة جو هاد. I get عندي لابتوب something بس it وي هلا هون نحن، هل المعنى بالحاضر البسيط ولا بالحاضر المستمر فاطمة؟ يعني لا البسيط. خلي فاطمة تفكر فيها شوي اوكي بعد. سوري. البسيط no problem. هو هلا لاحظي انه المعنى انه هلا هو جاع، انه عم يجوع، قال خلينا نروح ناكل شيء، فيفيد تمام المعنى بالمستمر. فكيف رح تصير؟ تمام تمام I get I am getting اوكي I am تمام getting yes very good I am getting hungry I am تمام getting hungry let's go eat something to eat let's go get something to eat very good. حسن number 10 حسن I can. اوكي go ahead. George is a vegetarian. He is not eating meat. wait just a sec. وهذا الشيء بما هلا هو بالشكل الطبيعي ما بياكل لحمي لانه هو نباتي، فلازم نحن نضيف زمن الحاضر البسيط، ما زمن الحاضر المستمر. الحاضر البسيط طبعا. يس. He does not eat meat. He doesn't eat meat. It. It. اها very good. ننتقل هلا للسديل نمبر 11. هلا سديل استاذ، هي ميت ولا ميت؟ ميت 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 بتصير موعد ما؟ ما بتصير غير خطأ. اه اوكي سديل نمبر 11. 11 اوكي جورج سيز هي از 18 years old but I'm not believe him. Believe هو من الأفعال اللي أخذناها I don't believe him. Exactly, thank you. I don't. كيف طلعت من Okay, that's really good. Okay, George says he's. You're welcome. George says he's 80 years old, but I don't believe him. I don't believe him. ما بصدقه. Okay, now ننتقل لرقم 12 مع يزن. Go ahead. What? Wait. Wait just a second. This is the four for Yezen. Yeah, Yezen, go ahead. Okay, go ahead, Yezen. Take it. Mean Anna or la? Yeah, Yezen, Yezen, number 12. Tamam. Ron is in San Francisco. 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 Now he's staying. He is staying. He is staying at the Hilton. Hilton, yes. Hilton Hotel. He usually stays. He usually stays at the hotel at. Hillington's Hotel when he is in San Francisco. Very good, very good. Thank you. هلا نحن ما أخذنا دور رنا. رنا، نسينا رنا. وين رنا؟ Yes. Okay, أنت على جملة؟ رقم 5. Okay, الحمد لله. Very good, very good. يعني الكل شارك صح؟ الكل بس عندي سؤال. شو هو؟ تفضلي. أنا الرقم 12 كنت مجاوبة عليها. فيك تعيدي لأنه صوتك بس كنت شوي. ستيس. ليش؟ لأنه عندنا رقم 12. لأنه عندنا يوجوالي بدلك على الحاضر البسيط صح؟ أنه هو عادة. بس مع الدز يعني ليش حطينا ستيس؟ كان هي. هي لأنه عندنا هي. الفعل بعد الهي أو الشي أو الإت لازم إضافة إس. بس الشخص الثالث؟ ايه بس الشخص الثالث. هون ما إلها علاقة لا does ولا do لأنه معنى نفي أو سؤال. فهمت. أوكي. هل كل شيء واضح بهالتمرين؟
بتمنى من الكل ياخذ لقطة شاشة، كثير مهم التمرين، فخذوا وقتكم بأخذ لقطة شاشة. ممسكت. هو هذا الكتاب أصلا أنت بعت لنا إياه صح؟ اه يا يا اي جس إيه تمام، كتبنا الأجوبة يعني ما في داعي. اه يعني ممكن، يعني انه ممكن حدا هي اوريدي رح تنزل على اليوتيوب بالحلقة ما استاذ. اوكي هلا بنحاول نحن ننتقل لشيء ثاني. هلا هذا هو كان درسنا اليوم، للصراحة بلا أضيف شيء معين، ولكن ممكن نضيف وظيفة للدرس القادم، لأنه لازم يكون في شيء وظائف تصير. هي بالصفحة هذا شوف قد رقمها 7. التمرين اللي بعده هذا اللي شايفينه هون 13 14 15، ممكن انتم تحلوه كوظيفة. اوكي فهاد وظيفة 13 13 14 and 15 is homework. This exercise is homework. الأسبوع الجاي صح؟ Yes, next week. طبعا هلا بس آخر حاليا ثلاثة أستاذ 13 14 15 that's all that's ولا all. كامل؟ لا بس هاد بس يدوم 13 14 15. أوكي اوكي الدرس القادم إن شاء الله رح يكون عن الفرق بين الحاضر المستمر تمام والمعنى بالمستقبل. أوكي يفيد معنى المستقبل أيضا، فهذا الدرس إن شاء الله رح يتم يوم السبت. بتمنى من الكل إذا حدا عنده أي استفسار، نحن عندنا جروب واتس، بتمنى الكل يشارك، لأنه أنا أؤمن I believe that this group is gonna actually speak English soon enough إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله because you know like we don't have الله يرضى. yeah exactly we don't have any student here who is not energetic. الكل الطلاب هون الحمد لله مستوعب كويسين حبابين. yeah بدنا نتعلم يعني، هو هيك الحمد لله انه exactly كلنا بدنا نتعلم، ما exactly حدا فينا داخل يلعب. Exactly. Thank you, Sariel. Thank you. Oh, انا you're welcome. صديقة الموقف الصعب دكتور. Yeah. Yes, you are actually. Okay. Thank you. So you're welcome. Anyway, that's it. أنا بتمنى من الكل إنه يستفاد من هالكورس، لأنه إن شاء الله مثل ما قلت لكم أعماركم كتير متقاربة من بعض، فهذا الشيء بيسهل عملية التواصل. بتمنى من الكل يتواصل مع بعضهم، يعني انه يكون في نوع انواع الجروب وورك كلاس وورك تمام. الكل يستفاد من خبرات الشخص الثاني، يتساعد بين بعضكم بالجروب، وحتى بالحياة العملية ان شاء الله. انجليزي كثير كثير مفيد في اسطنبول، بالاخص بتركيا. اذا عندك انجليزي انت عندك كوميديتي، يعني عندك نقطة قوة، او عندك نقطة قوة انت ان شاء الله. بالأخص إذا كنت أنت أكيد تعرف تركي، فممكن هذا الموضوع كثير يحقق لك فرص شغل وفرص عمل إن شاء الله. فإن شاء الله خير، الله يوفقكم. بتمنى من الكل يكون الدرس واضح. حدا عنده أي شكرا سؤال؟ كثير لك دكتور، يعطيك العافية والله. الله يعافيك يا رب. Thank you. Yes, go ahead. إذا ما عندك مشكلة فينا نخلي الدرس على 6:30 يبدي، إذا ما عندك أنت مشكلة والطلاب ما عندهم مشكلة بهذا الشيء. أنا ما عندي لا مشكلة إذا صراحة أنا صعب شوي، تمام كمان خليها على صعب 7:30. شوي. ها هي يس يا ريت. yeah exactly no okay problem. by the order of the PK blinders is at 7:30. عشان شغلي والله يعني no ترى problem. no problem. أنا شكرا اعتمدت دكتور. 7:30 ليش؟ لأنه الصراحة هي صار وقت كثير حساس بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، يعني 6:30 صار خلص بين 7:30 بيكون الشخص خلص كل فروضاته وخلص كل شغله وممكن يقعد ده بالبيت. بالعراق هو اصلا الساعة 6:36 يأذن عشاء. اوكي، فيمكن فروقات التوقيت، فلانه اغلب ايه الطلاب هون موجودين في اسطنبول، فلهيك. بالضبط. اوكي طيب ان شاء في الله. احد يعرف شخص يطلع لنا اقامة بتركيا اذا اجيت؟ بما انه اقامه جيتكم تركيا إيقاع بدك، يعني بدك رقم مكتب اقامات يعني. محاليا ممنوع، يعني انه ما تطلع الاقامة وصعبة جدا تطلع اقامة، ف إذا قدمت بأوراق المعهد ممكن يعطوني إقامة على أثر هاي لا الأوراق لو لا لا، روح على جامعة حكومية أو سجل بجامعة، سجل I بجامعة. can't.
شوف في إذا في بدك أنا شهادات، لاني فيني هي بتساعدك، لاني فين ما اقدر اسجل بجامعة لان انا ما عندي شهادة على مود اقدر اسجل بالجامعة، مفتهمني؟ ما معك شهادة تنزيلي. حسن إذا شهادة بدك في بكالوريوس. شخص بعرفه أنا يعني موثوق وهيك وعنده معارف بالدولة فيه يعمل لك، يعني بيطلع كتير إقامات لعالم مرفوضة، يعني بعطيك انا مو رقمه. مرفوض، انا عايش بتركيا 4 سنوات او اكثر، واروح وارجع سنة تركيا، وحتى بدون الاقامة قمت اروح اظل هناك مثلا فترة 6 اشهر اخذ اقامة يعني.